بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هناك معجزات بالفعل تزيد المؤمن إيمانا، والإيمان يزيد وينقص. الله تعالى يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كأن الله يريد أن يقول لك: تأمل آيات الله. والآية هنا بمعنى المعجزة، وسميت الآية آية لأن كل آية من آيات القرآن فيها معجزة حقيقة. إذا تدبرت هذه الآيات سوف تزداد إيمانا وتصبح من المتوكلين، لأنك عندما تعتقد أن الله قادر على كل شيء، وأن الله بيده كل شيء، وأن الله عز وجل هو المسيطر على كل شيء، فهذه اللحظة تجعلك أكثر توكلا على الله، لأنك تتوكل على إله قوي عظيم قادر على كل شيء. معجزة اليوم أيها الأحبة تتعلق، وهي بالفعل من أكثر ما يبهرني في القرآن العظيم، تتعلق بالنار، نار جهنم. الحقيقة هذه النار لا نجد وصفا دقيقا لها في أي كتاب بشري إلا في القرآن، لأنه كتاب إلهي. الكتب الموجودة على الأرض حاليا كلها كتب بشرية، حتى ما يسمى بالكتب المقدسة هي محرفة من صنع البشر بنسبة كبيرة طبعا، وبالتالي لا يمكن أن نجد حديثا دقيقا عن النار إلا في كتاب واحد هو القرآن العظيم. الحقيقة أحبتي في الله، النار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن معلوما شيئا عنها، كانوا يعلمون أن النار هي النار فقط، ليس هناك أي معلومة علمية. في العصر الحديث كشف العلماء أن هذه النار لها ألوان، وأن كل لون له درجة حرارة، لذلك هناك درجات حرارة للألوان. يعني مثلا أقل درجة حرارة نجدها في النار الحمراء التي لونها أحمر، ثم اللون البرتقالي، ثم كذا، ثم نصل إلى يعني الأصفر، ثم الأخضر، وهكذا حتى نصل إلى الأشعة الزرقاء أو النار الزرقاء والبنفسجية، هي الأعلى حرارة. هناك نار أو أشعة أعلى من البنفسجية تسمى الأشعة فوق البنفسجية، هذه الأشعة شديدة الحرق، تحرق بشدة وهي خطيرة جدا. لذلك الله تعالى خلق الغلاف الجوي، لماذا؟ ليحمينا من شر الأشعة فوق البنفسجية التي تأتي من الشمس. هذه الأشعة لو وصلت إلى الأرض بكميتها الكاملة لأفنت الحياة على ظهر الأرض، وهي أشعة خطورتها أنها غير مرئية، أنت لا تراها، معتمة بالنسبة للعين البشرية، يعني سوداء، يمكن أن نقول عنها أشعة سوداء لا ترى. إذن أصبح لدينا، دققوا أيها الأحبة، أقل درجات الحرارة هي اللون الأحمر، ثم يتدرج وصولا إلى اللون الأبيض وهو في المنتصف، ثم اللون الأسود وهو في الأعلى، النار الشديدة الحرارة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصف لنا نار جهنم ماذا قال؟ قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى ماذا؟ احمرت. أعطانا أقل درجات الحرارة، الآن سيأتي اللون الأبيض، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. إذن في جهنم درجات الحرارة العالية تجعلك لا ترى شيئا، لأنها معتمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أود أن أتساءل،
كيف علم أن درجة الحرارة عندما ترتفع بشكل كبير جدا تتحول لأشعة غير مرئية، يعني معتمة بالنسبة للعين البشرية، سوداء يعني؟ كيف علم هذه الحقيقة في ذلك الزمن؟ لا يستطيع أحد أن يقول هذا اجتهاد بشري أو ذكاء منه عليه الصلاة والسلام، لا، هو نبي معلم من قبل الخالق عز وجل، هذا أولا. الآن له حديث عجيب كمان، أيضا حديث ثاني أعجب من هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: ناركم، يقصد نار الدنيا، في الدنيا يعني النار التي هي المتعارف عليها، هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. طب يا هل ترى إذا اعتبرنا أن درجة حرارة الموقد العادي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطبهم بما يعلمون، يعني إذا جئنا بالحطب أو الخشب وأحرقنا هذا الحطب يعطينا درجة الحرارة الحمراء التي هي بحدود 1100 درجة مئوية، درجة حرارة الموقد، يعني هذا يعرف علميا بهذا الاسم. طيب إذا كان لدينا درجة الحرارة 1100 في الدنيا هي جزء من 70 جزء، يعني حرارة جهنم أعلى 70 مرة، يعني إذا ضربنا 1100 بسبعين يعطينا 77,000، 1100 درجة الحرارة في الدنيا ضربناها بسبعين، لنتخيل درجة حرارة جهنم هي 77,000 درجة مئوية. طيب هذه الدرجة 77,000 ما لونها؟ العلماء يقولون لونها أسود، ليس لها لون، اعتام بالنسبة للعين البشرية، ترى لا شيء، يعني هذه الحرارة إذا ضربت شخص بها أو إذا تعرض شخص لدرجة حرارة 77,000 درجة في الظلام لا يرى شيء، يشوى ويحترق ولا يرى أي شيء، لا يرى أشعة، غير مرئية. لماذا؟ لأن العلماء يقولون اللون الأحمر درجة حرارته مثلا 1000 إلى 1200 درجة، ثم اللون مثلا الألوان تتدرج حتى نصل إلى الأبيض بحدود 6000 درجة، درجة حرارة سطح الشمس، ثم نتدرج إلى البنفسجي الأزرق والبنفسجي بحدود 10,000 درجة مئوية، فوق 10,000 درجة تصبح الأشعة فوق بنفسجية، وما فوق البنفسجية أي غير مرئية. طب الدرجة 77,000 هي غير مرئية، طب النبي صلى الله عليه وسلم كيف علم أن جهنم سوداء مظلمة؟ طيب هذان الحديثان الصحيحان يدلان على أنه رسول الله، وأن كلام النبي غير متناقض، وهذه دعوة للذين يشككون بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ماذا ستستفيد إذا شككت بهذه الأحاديث العلمية التي وضحت لنا شكل أو درجة الحرارة في نار جهنم وأنها سوداء مظلمة لنحذرها طبعا، ووضحت لنا هذه الأحاديث أن النبي صادق عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة للنبي تشهد بصدقه عليه الصلاة والسلام في هذا العصر. طيب ما هو الضرر إذا أخذنا بهذه الأحاديث وتعلمنا منها لنحذر هذه النار المظلمة والعياذ بالله؟ إذن مثل هذه المعجزة أنا شخصيا أزداد إيمانا أن هذا النبي لا ينطق عن الهوى، وأنه عندما يتحدث عن النار يتحدث وفق المعايير العلمية الحديثة. اليوم افتحوا، يعني أسهل طريقة تفتح الإنترنت على ما يسمى إشعاع الجسم الأسود وفيزياء، هذه الفيزياء التي تتعلق بإشعاع الجسم الأسود، اقرأ ستجد تطابق كامل بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبين العلم الحديث، يشهد بأنه رسول الله. ولذلك أيها الأحبة أنا أقول دائما إن الإعجاز العلمي
في القرآن الكريم وفي السنة النبوية هو وسيلة لزيادة الإيمان، زيادة التثبيت اليقيني، وإلا كيف هناك كثير من الناس يقولون لا نشعر بزيادة الإيمان؟ السبب أنك لم تفهم هذه المعجزات. عندما تتعمق في إعجاز القرآن والسنة وتدرك عظمة هذا الإعجاز، سوف تزداد إيمانا ويخشع قلبك أمام هذا الإعجاز، وتدرك أن هذا النبي الكريم صادق في دعوته كما وصفه ربه سبحانه وتعالى عندما قال في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا به عز وجل، وأن يزيدنا تسليما وحبا لهذا القرآن، وحبا لمن أنزل عليه القرآن، حبيب عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.